الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ الجراحة في القصر العيني ورئيس قسم الجراحة هنا في مستشفى سالم الدولي ورئيس برنامج جراحات الروبوت. ندي فكرة صغيرة عن جراحة الروبوت. الروبوت ده عبارة عن جهاز، الجهاز ده فيه كونسول وفيه آلات تبقى موجودة على المريض. الجراح اللي قاعد على الكونسول هو بيعمل عملية، بس الحركة دي بتتنقل للآلات اللي موجودة ناحية المريض. جراحة الروبوت دي عبارة عن تطوير الأخير لجراحة المناظير. واحنا هنا في السلام الدولي الصراحة بنحرص دائما على وجود أعلى التقنيات اللي موجودة في السوق، سواء العالمي أو السوق المحلي. طيب الفرق بين الروبوت وبين المنظار العادي إيه؟ إن الروبوت بيكبر أكتر من 10 مرات، بيديني بعد ثلاثي، فكأنك قاعد جوه بطن العيان أو جوه صدر العيان، فأنت شايف رؤية كويسة جدا. هي بتديك الحركة الكاملة اللي هي زي الريست بتاع البني آدم، فبتتحرك في كل الاتجاهات، فبتديك فرصة أكتر إنك أنت تعمل حاجات أنت كنت عاوز تعملها بس محدود فيها بالمنظار العادي. أهمها إنك أنت بتشتغل في مناطق تكون ضيقة جدا زي الحوض أو في أعلى البطن أو في تجويف الصدر. في المستقبل هيبقى عندنا فرصة أحسن، وإن شاء الله برضه هيحصل تطوير حتى آلات الروبوت بحيث إن احنا نعمل فيه حاجات أكتر. وإحنا عندنا هنا كمان في المستشفى اللي هو كذا تخصص، عندنا الجراحة العامة، عندنا المسالك البولية، وعندنا كمان النساء، ودي برضه بتتيح لإجراء جراحات جديدة باستخدام الروبوت، جراحة الروبوت المساعدة. وإن شاء الله تبقى حاجة ناجحة نقدر نقدم بيها خدمة أفضل للمريض في مستشفى السلام الدولي.